السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على موقع صوت العدالة هنا ومن منطقة حيمولي رشيد بالدار البيضاء. قصة غريبة وغريبة جدا ديال واحد الحكم تجاه واحد الشاب اللي هو في مقتبل العمر. أشرف، شاب جميل، شاب وسيم، شاب كنتمنوا أن يكون عنده مستقبل كبير، وفائدة به يتعرض لواحد الحكم اللي هو قاسي 10 سنوات. مع الأم بالتبني لالة فاطمة باش نقربكم بزاف من هذا المشكل هذا. فاطمة مرحبا بك. السلام عليكم أخويا. عاودي لنا كيفاش وقع هذا المشكل. المشكل أخويا، أنا جيت خدامة في حمام، جيت مع 11 ديال الليل، راجلي كنت مخاصمة أنا وياه، بيناتنا نزاع. جا ولدي قال لي ما اجي ماما مالكي، قلت لي صافي سير وليدي تاي دخل انا جايه. جيت راجلي تاي بديت تعاير معايا، جا قال لي سير انت راه ماشي امك هذيك، راك والدك من الزنقه، سير قلب على امك وباك. ولدي خرج ايوا شايه كاذبه، كذب على داك الوليد صغير، كذب عليه. رغم انك انت متبنيه. انا مبنيه هذاك راه ولدي. نعم. راه ما حاسبهش مربيه، راه حاسبه ولدي هذاك، وراه اللي تبنى اكثر من اللي ولد. وراه ولدي هذاك، ما كنقولش انا مربي، راه كنقول ولدي راه كبدت هذيك. وانا وعندي 3 راه اشرف هو فوق منهم. يعني أشرف يعني اشرف كان هو الوليد اللي تبنيتي في الاول، هو الوليد قبل ما تولدي. بيه اشرف باش تجوش باش تولد هذوك الاولاد. كل ما كانش اشرف ما غاداش نولد دوك الاولاد. اشرف هو عينيه، هو ضو عينيه، هو كل شيء. راه حتى واحد ما يجي لبلاصه اشرف، راني والده 3 ولكن اشرف راه فوق منهم، راه حتى واحد ما يجي في بلاصه اشرف. صافي ولدي خرج في ديك اللحظه في الليل، كديعا كنقلب عليه نقلب، ما خليت في القلب، سولت العساسه طلعت ليه راه وين، ما خليت فين، مشيت قلبت على اشرف، اشرف ما لقيتش. مشيت للسبيطار كنقلب، مشيت للكوميسريات كنقلب ما لقيتوش. جيت للدار قلت صافي راه اشرف وقال بيت عاد صاحبه، بيت عاد شي دري، او كنقول اشرف لا ما غطيتش انا اشرف ما كينعش. وفداك اللحظه تم الاعتقال ديالك. هذيك اللحظه فاشرف طار لي بين عينيه، طار لي اشرف بين عينيه. بمشي جاو عندي، جيت للدار انا تكيت، جاو عندي البوليس للدار دقوا عليا، خرجت ويقول لي شوفي اشرف ولدي، قلت لهم اشرف ولدي، ويقول لي نوضي راه عندي نزاع مع واحد الراجل كبير، قال لي مع واحد الراجل كبير راه مضاربين، اين الخلق، يلا معانا. جاو عندي مع 7 الصباح، بين 6:30 7 ديال الصباح. صافي مش عطيتهم انا الخلق، وصلت عليهم ديت الولد في الكوميسارية ديال لابيجي، يعني تم الاعتقال ديالو الفوري داك الساعه. من تماك قلت انا صافي راه اشرف راه غادي نمشي عندهم تما غنتفاهم انا وياهم، شوفوا واش غيدير معايا. قال لي ولدك راه مضاربه مع راجل كبير، يعني مضاربه خفيفه بالنسبه لك. مضاربه مي قال لي مضاربه، قلت صافي راه مضاربه 24 ساعه غيطلقوه. غيطلقوه ولدي ما عنده لا صوابق لا ديك اللي خليك ضربوا لي ب 10 سنين، هبطوه ليا الاصلاحيه. ما مشيت للاصلاحيه. ولكن شنو داروا لي في المحضره فاطمه؟ حط لي السرقه. والسرقه مع الضرب والجرح او حمل السلاح؟ واش انا ملي جيت لعندهم قالوا لي شوفيها مضاربه، والمضاربه ترجعت لي بالسرقه، هادو لا يعقل. يعني طبق عليه قانون، حطوا لي السرقه ولكن حشومه. وعشر سنين، عشر سنين انتم ملي تصيفطوني عند الرأي، ملي مشيت للمحكمه، ملي مشيت للاصلاحيه بقاو يدو فيا يجيبوا فيا الدري، وناس وصلت عندو عام وشهر، ملي تحكم ليا ب 10 سنوات. هذا التنازل ديال السيد عند الدعوه ديال السيد اللي وقع ليه معاه المشكل. مع السيد ديال بوجمعه تجار معاه اللي مخاصم معاه. ملي مشيت عند الراجل سولته، عطاني المحامي الرقم ديال هذا الراجل. ملي مشيت عندو قلت ليه كنقلب عليه 15 يوم وانا كنقلب على ذاك الراجل سيدي مومن. ملي مشيت عندو قلت لي نسولك اخويا الله يحميك عمي الله يجازيك بخير، هاد الوليد اش بيناك وانت وياه؟ قال لي بيناتنا نزاع. قال لي هرسوا لي الموتور، قال لي هرسوا لي الموتور هو وصاحبه، هما بجوجهم هو وصاحبه هرسوا لي الموتور. علاش؟ قلت انا قال لي غتخلص لي الموتور، غتخلص لي الموتور. انا السيد مي خلص لي الموتور دار معايا 60000 ريال. انت خلصتي لي الموتور؟ خلص لي الموتور، عطيتو 30000 ريال، قلت له الحاله ضعيفه. يعني انت عوضتي على الموتور رغم انه بقى الموتور عنده؟ الموتور قال لي الموتور انا هرسوا لي الموتور، قال لي هرسوا لي الموتور. مشات على بالي الموتور التنازل، التنازل. واش التنازل؟ انا كنت عرفت انا ولدي شفار،
هو ندير شي حاجه خايبه ما غنطلبش من التنازل. التنازل كيتبت على السرقه. نعم كيتبت على السرقه. اما هذا الراجل راه ظلم، راه سبب ولدي باش شري ب 10 سنين اخويا. ولكن فاطمه ما حضر شنو دار فيه، حطوا لي السرقه. اذا السرقه ولكن بالسلاح الابيض على ما كان الله اعلم. نخم القانون الفصل ديالو راه 507 اخويا 507 507 يعني راه جنايات من العيار الثقيل. راه عذبوني فيه، راه عذبوني في اشرف ولدي. واش اشرف بغيت غير بغيت توضح لي الصوره ديال هذا الشاب؟ اه اخويا ها هو انا كنشوف. اه اشرف واش اشرف راه تزمت كنطلع غير تاعي، مدموع على من كل شيء مزموت اخويا. غير بالنسبه اشرف واش كان مع هذا الوليد هذاك الاخر اللي مجوج واحد يحكم عليه بعامين واحد 10 سنين؟ ولكن شنو هو كان المقصود من ان الضرب والجرح؟ واش كاين شي جرح عادي او ما فيه لا ضربه لا جرح لا يديك لا يخليك؟ لا كنعرف هذا الراجل مضروب، لا كنعرفو مضروب خاصو يجي شهاده طبيه. ما داير لا شهاده طبيه ما فيه حتى شي ضرب. قال لي الدري ما خونوني ما سرقوني ما دار لي والو، قال لي على موطور هرسوه ليا هو صاحبه لا غير. لا ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. وكيفاش تغير المسطار؟ لا لا شوفي احنا ماشي قاده. كيفاش تغيرت المسطار بالنسبه لك؟ المسطار ملي ضربوا لي ولدي المحامي دايره محامي مديره محامي والدري الاخر داير محامي الدوله. نعم كما هما داروا محامي ديال الدوله. وقف معايا انا كنطلب من الجمعيه ووزير العام وسيدنا ويشوف فيا ويحن في الدري. كما عطاو لهذا العقوبه ديالو عامين انا ولدي عطاو عامين. الدري بقات لي 10 شهور غيخرج. واش اثر عليك بزاف فاطمه؟ اخويا اش غنقول لك؟ اثر عليك الدمعه اللي وليت كندمعها مزموطه دابا. واش غادي نبقى نقول لكم نهز شي حاجه وندمع بها عيني؟ راني مزموت راه نوبه تدوز لي الدمعه نوبه ما كدوش. راه ما كناكل ما كنشرب ما والو. يومين ولدي ما كياكل ما كيشرب. انت هي المعيله الوحيد ديالو هو ديال داك انا هي امه هي با هي اختو هي عمته هي في كل شيء. كتربطك بها علاقه كبيره وكبيره ولدي وسط المجتمع. وكنطلب من الله يشوفوا في هذا الوليد ويحنوا فيه. لا ما دخلش على هذا الوليد الاصلاحيه ولا ما شفت فيه ما كاين اللي غيشوف فيه ما كاين اللي غيحن فيه. لا ما دخلش القفو مشيت عند هذاك الوليد شكون غيحن فيه؟ شحال تقريبا دابا هو مجدود؟ عام دابا عام وشهر وسيمانه. سبحان الله حسب لي بالنار بالنار اخوه بالنار يعني اخوه. دور الام حتى هو راه دور انا راه تعذبت جدا والله راه تكرفصت عليه راه تمحنت على ولدي. كنطلب من الجمعيه وسيدنا والحموشي وزير العام وشوفوا فيا وشوفوا في الدري ويحنوا فيه. ها هي ديال التكفل ديالو. هذه الورقه ديال التكفل ديال التكفل ديال ابن اشرف. انا ضريت في هذا الوليد شوفوا فيا الله يرحم لكم الوالدين. راه الدمعه ما بقاش كتبغي تدوز ليا. راني مقجوجه من جهته وراني كنبكي كل كمده في قلبي. الناس اللي كانوا كينعسوا انا ما كندهش راه بالليل وبالنهار سولوا عليا لا في الحمام لا في كل شيء. كسر لها فاطمه كسر لها الحمام راه كسر لها الحمام راه كسر لها الحمام هي يرثى لها راني كسر لها الحمام هو قبل هذاك الدري وتعذبت عليه وتكرفست عليه وتمحلت عليه ويشوفوا فيه ويحنوا فيه ويحنوا في هذا الوليد. وسيدنا هذا راه ولدكم ولد الدوله ولد المخزن ويشوفوا في هذا الوليد ويشوفوا فيه ويحنوا فيه. وكنطلب من سيدنا والحموشي وزير العام وحلف الدري العقوبه ديالو كاع يستحق عامين بحال بحال الدري نديرو حتى 3 سنين. واش هذا غيدوز عامين؟ ولكن شنو قال المحامي ديالو؟ يعني هيئه الدفاع شنو قالت؟ المحامي ما كيوقفش ليا المحامي ما كيوقفش كيصيفط لي واحد اخر. واش انا داير محامي خلص عليه باش انا ولدي ترافع عليه وداك الدري ديال محامي ديال الجمعيه كيما داك الدري وقفت مع الجمعيه وانا بغيت عليه تاني الجمعيه توقع مع ولدو تاني عطى لولدو العقوبه ديال عامين. استلفت يا فاطمه؟ الله استلفت لي اخويا انا ما استلفت لي خاص الدوله هي تستلف لولدي تما يحلو فيه تما خد العقوبه عامين تاني عطى لولدو عامين. شنو كان المستوى الدراسي ديالو؟ خرج لي من السبع ودرت لي سونتر ديال الحلاقه ودرت لي سونتر عنده جوج ديبلومات. قال لي ماما بغيت نخدم عليك انا كنتمنى نخدم عليك. قلت لي لا وليدي انا ما بغيتكش تخدم عليا انا بغيتك تشوفك قدامي ونحسبك حتى نهار الموت. لا بغيتي تخدم خدم ما حد انا عايشه ليكم ما تخدموش عليا انا اللي ضاربه عليكم الكرفي. انا مراه رجاله دابا على دوك الوليدات وكرفس عليهم. الزوج ديالك شنو كيقول في هاد ما كاينش عنده شي تدخل انساني؟ خلي اباوي خلي انا اب. واش المربي واش المربي كيتبغى؟ ولو كاين داك الجانب الانساني عمر المربي ما كيتبغى
عمر المربي ما كيتقول ولكن راه كان عنده الحماس عنده ثلاثه الاولاد عنده ثلاثه الاولاد كيحس بولادو ما كيحسش بولدي ما كيحسش بي ما اعتبرش الابن ديالو الاول ما حاسبوش ولده على الاقل ما حاسبوش ولده من بعد لو باش يشوف وجهو كيضحك ليه واحد من حدا كيقول لي ولد الزلقه حشومه كيقول لك هذاك ولد الحرام قلبي لي على والدي كون كان فيه الخير كون شدو والدي وحشومه اما انا ولادو واللي والده هزا مني هو اللي اب ما هزش ولادو وانا ما هزالو هزا لي ولادو حشومه هذا عيب وعار واش هاد الوليد ديال 10 سنين انا راه مرات من جهه اشرف راني ما كنرقدش راه ما كنرقدش راه ما كنرقدش على اشرف الصوره ديال الله والله وشوفوا فيا وشوفوا في هاد الوليد وحنوا فيه وولد وولد الدوله راه ولد المخزن وحنوا فيه انا راني عييت شي رساله فاطمه وراني طلبت كنطلب من الوزير ديالنا الفصل قاسي عليا خويا الشباب الشباب راه عذبك عذبك وراني تعذبت واش 10 سنين وانا عندي ازماتيك وعندي القواطو فاتحه عليهم كيفاش هاد الوليد غيلقاني ولا ما غيلقانيش خالتي فما كانوا كيسولني عليها وخالتي قليله الصحه خالتي اللي كتشد لي ولادي وخالتي اختي مريضه بالقلب هي عندها جوج الوليدات انا وياهم والله ولا ما طليتش على ولادي انايا ولا ما رافقتش على ولادي شكون اللي غيحن فيهم انا اللي كنحن فيهم وسيدنا اللي بغى يشوف فيا ويشوف هاد الوليد وزير العام والجمعيه كما وقفت مع داك الدري انا وقفوا معايا هما بجوج هما يديروا عندهم فصل واحد كل عطوا له هذيك العقوبه ديال العامين عطوا لولدي انا العقوبه ومعاه في الحبس وكيضحك على ولدي كيقول لي انا قريب نخرج وقال لي انت باقي لك 9 سنين يعني كيستفزوا دا في وانا والمدير المدير هو اللي حس لولدي الغفاله وحس لي الراس ديالو ودابا ولدي انا كنطلب منهم بغا يحنوا فيا وخرجوا لي ولدي ولي عطوه العقوبه ديال عامين ولي حولوا لي بن سليمان ما عدوش لي العكاشه الله يرحم ليكم الوالدين وخف عليا الحكم ديالو باش يلقاني حتى انا يالله يجازيكم بخير راني تعذبت وراني تمحنت حالتي كي درت ليها ها هو جيت عذبت عليه وتكرفص عليه ها هو جي اش غندير واش غنقتل راسي واشرف غدا نموت واشرف غدا نموت غدا نموت واش غيلقاني ولا ما غيلقانيش وراه ما كنرقد لا بالليل ربما الله ان شاء الله في السينا في يا ربي ان يكون هذاك الوليد يخفوا عليه هذا الحكم يا ربي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخفف عليه هذا الحكم كنطلب من هذا الرئيس اللي غيدوز عدو وكما شاف هاد الوليد يشوف فيا حتى انا وحن فيه راه غيحل شبابو غيضيع انا وخويا راه شبابو غيضيع لا حول ولا قوه راه الشباب ديالو غيضيع الله يرحم لكم الوالدين وحنوا فيه وحنوا في ذاك الوليد حن فيه الله سبحانه وتعالى الله حنا كنبقاو مجرد ناس تبع عندهم وليداتهم جريده صوت العداله كتوصل الرساله النبيله جريده صوت العداله دائما مع المظلوم دائما مع الناس مرضي. الحمد لله سي اشرف كنتمنوا ليه ان شاء الله الله يرحم لكم الوالدين الله يفرج عليه عزيزتي اعزائي المشاهدين كما شاهدتوا هذه القصه اللي هي مؤلمه ديال هذه الام المكلومه فكنتمنوا صادقين يا رب ان يكون ولو تخفيف الحكم عليه راه خوتهم كرفسين من جهته باسمي وباسم طاقم برنامج صوت العداله احييكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته